سمحونا أن نصبروا خمس دقائق والله ستين يطلع أكثر عدد من من الناس في البث اللي كان نحدوكم طبعا كما تعرفوا دكاترة ذاك الرعيم قاعدين في مقر وزارة الصحة تقريبا الوقت العاشرة زائد دقائق شوي واليوم اليوم الأول من الاعتصام وتوف طالعين لكم كان نكلموكم عن أحداث اليوم الأول المضايقات اللي تعرضنا لهم وتوف طبعا التكييف قفلوه قفلوه من اللي دورات المياه اكرمكم الله و جيد شباب سوا سوا لا خمس دقائق تقريبا نعود نطوهم الاخبار كامله ا ا دابا تستقدير عليه عنوان اه عنوان ما تلاقيه هذا الجديد ده طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ديتش عندك تم انا ديت يعني بارط خاصه جيد ا آه، بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ليله آه، الليله الاولى الليل من الاعتصام داخل مباني آه، وزاره الصحه آه لنقابه الاطباء المقيمين ا آه الى عاد الصوت مازال مسموع اكدوها لي طبعا هذا الاعتصام ما جاء ما جا ارتجالي ولا جاء مفاجئ جاء عقب ياسر من من المراحل التصعيديه للمطالبه بالحقوق الاساسيه لنقابه الاطباء المقيمين جاء عاقب اتفاق اللي عدن مع الوزاره سبتمبر من السنه الماضيه 2023 واللي تراجعت عنه بشكل غير مبرر ومع ان قاعد الاتفاق كان جاحف بالنقابه وكانت متنازله فيه عن ياسر من حقوقها ما عندها الحق تتنازل فيهم لكن اللي الوزاره واصلت في سياستها الاخرى لانها قاعد ما بس ما يعاطيش تويس وقاع اللي يعطي شنو آه آه عاد قياس المماطلات الاتفاق المجحف اباوا ينفذوه له. آه طرحنا لهم اخطار بالاضراب جديد وطبعا هم من اللي زاموا الاخر عاونونا في نسرعوا الاحداث بهم اللي قطعوا عنا كنم ومنعوا زملائنا في تونس من منحتهم الشهريه لمدة سبعه اشهر الأسباب ما نفهموها ولا اللي نفهموها هم عاد مجموعه من الاطباء يتكونوا في الخارج في بلاد الغربه ممنوعين من بورسهم وفي نفس الوقت عادوا متراكمين في شقه واحده ولا شقتين بهم اللي ما عندهم الامكانيات عليهم يسكنوا في مساكن متعدده وهذا هم اللي طبعا وزاره اللي نجوها نتكلم عنها فيه عندها, عندها اولويات عندها اولويات عندها اولويات كل مره عندها اولويات آه طرحنا اختار بالاضراب اللي ما اللي ما نشوفوا فما توجه نحو نحو تنفيذ اصلاحي لكن اللي اختاروا في 22 ابريل طبعا دون اي استجابه بدانا الاضراب 22 ابريل الماضي اضراب بشكل جزئي يستثني الحالات المستعجله وغرف الانعاش وطبعا الوزاره جاهلتنا لين لين عاد 13 مايو الجاري دخلنا اضراب شامل توقف كامل عن جميع الانشطه الاستشفائيه انتج عنه حوار لقاء مع الوزيره يعني كان كلام توقع منه انه كلام إنه إنه, إنه, انه انه ايجابي لكن للاسف ما خرجت منه اي صيغه تنفيذيه ولا كان في اي مقترح تنفيذي ذاك اضطرنا على ان نواصلوا في إضراب المشروع واليوم آآ بعد آآ اللي استنفذنا جميع الخيارات الاخرى خشينا في, في اعتصام مفتوح هون في مباني وزاره الصحه هذا الاعتصام هذا الاعتصام بدا اليوم وطبعا شهد مضايقات جاونا افراد امرونا على 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 المكان رغم على بعد ما ان ما ان معطلين عمل ما ان قافلين بوابه ما ان قافلين مصعد ما ان محتلين مكتب ولا شيء قاعدين في قاعه انتظار اصلا مجهزه للقعد نقفلوا عنا دورات المياه اكرمكم الله أه، هوني كان نعدلوا الصلاه أه، مشكله كبيره ابتداء أه، من السات قفلت علينا البوابات هون الدخول والخروج أه، ما هو ما هو ما هو ما صور لهم هاي البوابه بركت البوابه مقفوله من بابين باب الدخلاني والباب المرقباني وطبعا في الجهه الاخرى شو؟ صدد هكا قد 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 السكرتيريا ذيك أخرى ذاك الجهه الاخرى اللي تمشي مع ذاك 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 ذاك, ذاك الكوريدور تجبر اللي بوابه اخرى وطبعا مقفوله فبالتالي نحن وركت اياها بصفه غير رسميه نحن معتقلين معناها مقيده حريتنا هون داخل 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 هذه الوزاره وطبعا تقييد الحريه مع, مع 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 مع, المضايقات في المكان اللي هما دورات المياه مي موجوده قفلوا التكييف المركزي كثر خير منهم خلينا امبول آه وتوف آه طبعا هذه المضايقات تدخل في, في, في سلسله من المضايقات اخرى والتهديدات الرسميه والغير رسميه وهذا آه طبعا مفهوم باللي للاسف متعودين عليه غير اللي متاكدين انه لن يثنينا عن 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 مواصله هذا الاعتصام لن يثنينا عن 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 عن, 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 عن حقوقنا اللي نعتبرها حقوق اساسيه آه للتذكير آه نحن الحقوق اللي نطالب بها آه ما هي رفاهيه ولا هي من 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 اي شيء نطالبوا بالحقوق الاساسيه ان الطبيب المقيم يعود عنده اطار قانوني يحدد له حقوقه ويحدد له واجباته هاي الحقوق اللي اللي في اطار القانوني تو نشرحها لكم لا تستغربوا به اللي هي التامين الصحي تتخيل ان الدوله كانت متوجهه لانها جزاها الله خيرا انها توسع التامين الصحي وتقيس الارياف وتقيس داخل وهذا روايه جيده تجمع الناس اللي كانت تامين صحي هي في نفس الوقت مانع الاطباء المقيمين من التامين الصحي انا عندي هؤلاء الاطباء المقيمين وركت إياها تعويضاتهم الماديه ما قد تغني صبي عنده 16 سنه فالحرى دكتور داخل على الثلاثينات والتزاماته الاجتماعيه مختلفه من رقاش لرجاج معناها المفروض انه يقد يعود عاد باسره والله قاع من المطالب ايضا لأن هذا الشخص اللي الدكتور اللي خش نظام التكوين التخصصي استجابة لحاجة وزارة الصحة من الأخصائيين وبالمناسبة رأي وزارة الصحة معاجلة التخصص وناقصة من سنة من التخصصات الجراحية اللي في العالم كامل بها خمس سنوات سنوات بها أربع سنوات وإذا يبرر إذا يبرر بعلنها الحاجة الملحة والسريعة للأطباء الأخصائيين يا كاش يا في ساحة الحرية ويبدأوا إضراب آخر يا كان هم اللي يشتغلوا معناها سرع الناس يا كان ترميهم البطالة في حين هم دخلوا أصلا من أجل تغطية حاجة ملتام للأطباء الأخصائيين هذه الحاجه طبعا العالم كامل حاجه في ازدياد ولا تتناقص وبالتالي ما هو مفهوم على موريتانيا اليوم محتاجه ل 100 اخصائي اربع سنوات ما محتاجه لهم هذا منطقي بلا معنى اذا الاطار القانوني اللي نحن ندوره يشمل هذه المطالب اللي هي التامين الصحي تعويض المادي المجزي المتناسب مع طبيعه العمل مع مع كميه العمل ومع جوده العمل ومع مولي معناها المتطلبات الاجتماعية للطبيب المقيم وطبعا المستقبل الوظيفي اللي يعود واضح ثانيا الشق الأكاديمي الطبيب المقيم ماركتيا موريتانيا يتساءل أيضا عن عن التكوين أنه يعود داخل عنده سيرورة واضحة وتعود متناسبة مع كل تخصص وعنده أهداف نصف سنوية وأهداف سنوية يعود كيف زملائه كاملين في, 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 في منظومات الاقامه الطبيه اللي موجوده في شبه المنطقه وفي العالم انه يعود عنده كل تخصص عنده 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 سير واضحه له ويمشي عليها ايضا كاع مطلب اخر ونعتبره نحن مليح هو على ان الوزاره والوزاره الاخرى والادارات كاملين يعرفوا هما بعد كاع طبيعه شغلتهم شنو على ان على الى طرات مشكله هي لا تخلو من امرين يا هي حق يا هي باطل والله خلاطهم يا غير بعد ما هو يتفاصل بعد قاع يكون بالحوار وبالاخذ والعطاء ان, هذه بعد قاع سياسه غلق الابواب وهذه سياسه تعنت احد قاع حد احد من المطالب الناحية الاساسيه بعد قاع انها تمتح انها بعد قاع يعود إلين إلين, الين الين تنطرح مشكله على على, على, علي, علي الطاوله لأنها تناقش نقاش جدي ما هو ذاك النقاش اللي تعرف انت على الشخص اللي وراء الطاوله انه ذوكوا انه يرمي لك كلام من اجل انه يلا مضي خمس دقائق نقبل الصوره وتمشي هذا ما نعرف كانوا في ظروف اخرى قد يعود يجزي لكن في 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 حراك المطلب النقابي المشروع للحقوق الاساسيه هي هذاك مم مم بلا معنى. هذه نقاط تنطرح على الطاوله وتشرح و ويتم الاستجابة لها بشكل مو... ينهيها للأبد لأن يعني التركيز على نقطة منها والله جزء والله المظهر المادي والله مظهر معين منها فقط تأجيل لهذه الأزمة ل... 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 لفترة أخرى وذلك مسؤولية أخلاقية نحن ما نتحملوها إنتاج إطار قانوني يشمل حقوق الواجبات وهون ذكروا الوزارة مولية لأننا نحن رأينا قاعدين لهم هم فاصلين قاعد مادة عقابية تاكد انهم راك يفكروا فيها والقدره الاقتراحيه عندهم في العقاب ما تعود نادره غير بعد الاطار القانوني يديروا انتم في كاع عقوبات راكم ما لكم ما شاء الله غير بعد بدل من تعودوا قاعدين ماركتيها آه تمشوا آه الناس الصغيره تحملوها مسؤوليه ترفد عنكم الباس يعود بعد انتم عندكم قاع قانون تقدروا آه تعاقبوا به الخلق اللي راه قاعد لكم ماركت ما 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 زاعجكم آه مالهم آه، نتوماً معكم الروايه اليوم، اليوم آه، منسقيه آه، عمال الصحه، المنسقيه اللي فيها الاطباء الاخصائيين والاطباء العامين والقابلات والفنيين الساميين. اليوم عادوا توقف قدام وزاره الصحه. وعادوا توقف اربع ساعات عن العمل من التاسعه الى ال11، ونواكشوط اليوم جميع العمليات في لتغاو والاسكانرات المبرمجين، وتلفزيات المبرمجين، وشمل الفحوص المبرمجين، والاستشارات الخارجيه. <applause> هذا تعتبر حالة مستعجلة في الصحة العمومية كيف وباء كوفيد كيف سارس كيف لا قدر الله الكوارث الطبيعية كيف تسونامي ولا زلزال هذا دي الوزارة اليوم تتعامل معاه لا كأنه كأنه مباراة كرة قدم بين ناديين كأنه يعني حدث طبيعي ما ما يستحق أي ردة فعل ما يستحق أي اهتمام وحدو وحدو يخلع يخلع على 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 الناس اللي يسيروا الوزارة وعلى مستقبل الصحه في لان رقاش ما يتعامل مع الحالات المستعجله بالقدر اللي, اللي تستحقه من العنايه ما تتوقع منه انه روايه بارده برنامج صحه عموميه مستقبلي على انه يبنيه لك بالصفه اللي يلا بلي رجاج ما اهتم بحاله مستعجله من باب أبع... من باب اولى ما يهتم ب... 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 برنامج بعيد المدى او متوسط المدى لأنه يبني على اسس مفهومه. واذا نحن فاهمين به اللي من 2017 بدايه الاقامه كل سنه عدد المقيمين زاد بدؤوا من 65 وصلوا وراك عندنا 90 وراياك 110 وراياك 120 وراياك 130 وذا طبيعي لان الحاجه للاطباء الاخصائيين في ازدياد الحاجه للاطباء بشكل عام في ازدياد الحاجه للممرضين القابلات الحاجه للكوادر الصحيه وشبه الطبيه كامله في ازدياد الا على انه في المخرجات لا تفهمها انك تقبض الخلق كامل وتدخله في, 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 مسار ينتهي بالشارع مره اخرى ينتهي لانه يوقف هون الوقفه قدام وزاره الصحه والله في ساحه الحريه وما مش اكيد هم اللي تمشي له شرطه تتعامل ذاك اللي اصلا ذاك اللي اصلا تعدد ياك ما نطول عليكم الاطباء المقيمين راهم قاعدين هون الصبح قاعدين هون، ليلة غدا قاعدين هون، الأسبوع الجاي قاعدين هون الوقت اللي كافي ياك تفهم للوزارة علنا ما نهائيا متراجعين يكون ينوخوا من هون بإطار قانوني يشملنا حقوقنا ويوضح لنا واجباتنا ويوضح لنا نحن اللي الصبح قايسين شنو ولتفهموا للوزارة علنا على القمع والتهديد والتجاهل والتخوين وعلنا ليك اللغة أنها عادت, عادت، مستهلكة مستهلكه جدا ولا تتل... ولا لحد ما اللي مصنّت لها ان انهم يوحلوا في في روايه في... في... جديده وب... بالنسبة لهم اكيد دورة جديده انهم يوحلوا في... في نقاش حلول مجديه لان المشاكل طارحين لهم ما هي ما... بالنسبه لنا ما هي ما هي رفاهيه ذو الحقوق الاساسيه طبيب مقيم ما عنده تامين صحي ما عنده تعويض مادي متناسب مع وظيفته متناسب مع عمره متناسب مع التزاماته الاجتماعية لا بلا معنى طبيب مقيم داخل استجابة لحاجة وزارة الصحة من الأطباء الأخصائيين ينتهي بالأمر في الشارع هذا بلا معنى بلا معنى أنه عودوا العالم كامل والمغرب اللي والجزائر وفرنسا والعالم فر اللي عدل نظام صحي يستجيب المؤشرات الصحه العموميه في البلد ويستجيب لحاجه البلد من 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 التغطيه الصحيه لكن عن ولايات ولايات تعود ولايتين متجاورين ما في مخصاي واحد تعتبر ولايه تامه ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها جراح ما فيها طبيب نساء ما فيها طبيب اطفال ما فيها جراح عظام تجبر ولايه تامه فيها طبيبين عامين ينجبروا في عاصمه الولايه والله في مقاطعه كبيره وفي نفس الوقت الاطباء العامين واقفين قدام الوزاره، الاخصائيين واقفين قدام الوزاره، التقنيين الثانيين واقفين قدام الوزاره، والمقيمين قاعدين قدام الوزاره. اذا طولت عليكم نكمل على الرساله الاخيره نختار نقولوا للشعب الموريتاني وللصحافه على ذا المستشفى ذوك ذا المستشفى ذاك المستشفى،, ذا المستشفى اللي وراه اي رجال جرك يجي يشوف المستشفيات يشوف التكدس في الحالات المستعجله يشوف الخوائف في الاقسام الداخليه يحاول يقبل له ميعاد يحاولوا يقبل ميعاد لاي روايه للفحص والله الاستشاره والله الشيء ودوره يشوف يشوف على على علن التعتيم الاعلامي المعدل في تلك الاماكن وبالنسبه لنا نحن قاعدين ان شاء الله يلي ناخذ إطار قانوني يوضح إن نحن الواحد في شنو وشكرا <applause> اذا شكرا سمحوا لي طولت عليكم